السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. استقبل النائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فكي بحضور مفوض الشؤون السياسية والأمن والسلم بالاتحاد السيد بانكولي إديو ورئيس المكتب التنفيذي مستشار رئيس المفوضية محمد ولدي لبات ووكيل وزارة الخارجية السفير ضفعل الحاج علي. وبحث اللقاء التطورات السياسية التي تشهدها البلاد على ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي. وعرب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن ترحيبه بزيارة وفد الاتحاد الإفريقي للسودان مشيدا بالجهود المقدرة التي ظلت تبذلها مفوضية الاتحاد لمعالجة الأزمة السياسية السودانية من خلال مساهمتها في الآلية الثلاثية فضلا عن مساعيها عبر آلياتها المختلفة لتقريب وجهات نظر الأطراف السودانية. وقدم دقلو شرحا مفصلا عن التطورات السياسية الرهينة كافة مؤكدا الالتزام بما تم الاتفاق عليه بعودة الحكم المدني من أجل استكمال الفترة الانتقالية وصولا لمرحلة الانتخابات. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو حرص السودان على تنمية وتعزيز علاقته مع دولة قطر الشقيقة في مختلف المجالات من خلال دعم وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين. وامتدح دقلو خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس سفير دولة قطر بالسودان السفير محمد إبراهيم السادة الدور الذي تطلع به دولة قطر لدعم السلام والاستقرار في السودان لا سيما في إقليم دارفور، مشيرا لمساهمات المؤسسات الخيرية القطرية العاملة في مجال الإغاثة والعون الإنساني. التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو أمس السفير جمهورية تركيا بالسودان إسماعيل أوغلو وقدم تعازيه ومواساته للحكومة والشعب التركي الشقيق ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلادهم. وأعرب دقلو عن تضامنه وتعاطفه الكامل مع الشعب التركي ودعم جهود الإغاثة والخدمات الإنسانية للناجين والمتأثرين بالزلزال بكميات كبيرة من مواد الإيواء مقدمة من قواته باسم الشعب السوداني لأشقائه من الشعب التركي، مشيرا إلى النقل الفوري لتلك المواد عبر جسر جوي إلى تركيا. وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر عبد الرحمن العطا أمس إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان مترئسا وفد السودان المشارك في أعمال ورشة تقييم وتقويم اتفاق جوبا لسلام السودان. وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام توت جولواك ومقرر الوساطة ديو ماتوك وسفير السودان بجوبا السفير جمال عبد المجيد وأعضاء السفارة السودانية. وأعلن مقرر الوساطة الجنوبية ديو ماتوك في تصريح صحفي ترحيبه بالوفد المشارك في فعاليات ورشة تقييم وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا، مؤكدا استعداد الوساطة لدعم الجهود المبذولة حتى تحقق الورشة أهدافها. ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم بالقصر الجمهوري أمس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، وتناول الاجتماع قضية تفويض فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 للعام 2005 ونظام العقوبات المفروضة على السودان على خلفية النزاع في دارفور. كما استعرض الاجتماع موقف السودان ورؤيته لإنهاء تفويض فريق الخبراء ونظام العقوبات وفقا لحيثيات عديدة تقدم بها السودان لمجلس الأمن الدولي. وتطرق الاجتماع إلى زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان للسودان في الفترة من 28 من يناير وحتى 3 من فبراير الجاري، والتي عقد خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين بالبلاد حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان وإمكانية تعزيز قدرات المؤسسات العدلية والآليات الوطنية لصون حقوق الإنسان. هكذا مشاهدينا انتهى هذا الموجز. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.